لو اجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء، سواء عين أو مس أو سحر أو حتى أي شيء يضرك، وقلت هذا الذكر لن يضرك شيء، اسمع هذا الحديث العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في الصباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. ذكروا غيركم بهذا الحديث العظيم، وساهم في نشر هذا المقطع. أسأل الله أن يحمينا ويحمينا.